هتفضل انت لوحدك كده يا موكوس، بنت رايحة وبنت جاية. طب هما اتعرفوا على بعض ازاي؟ ولا ايه؟ لو قلت لها بحبك هتحرجني ولا عادي؟ مفيش غير واحد بس اللي بلجأ له في المواقف دي. يلا نجرب. ارتبطت قبل كده ولا لا؟ لا. ايوه مرتبط. يعني هي كانت مره اللي ارتبطت بيها وخطبت. لا مش مرتبط. لا مش مرتبط. متجوز وعندي اولاد. مرتبط. اه مرتبط. لا مش مرتبط. ليه بقى؟ لا يعني كله زن وراجي وهاري كده، فاللي هو موضوع فاكس بيزهقوك منهم بسرعه. فلوس وشغل وبتاع، اشكال احنا بنشوفها دلوقتي الواحد محتار. ازاي ده حصل بقى؟ يعني شفتها في الشارع، بنت محترمه، سالت على اهلها، دنيتها تمام. طبنا قعدنا مع بعض سنه واتجوزنا. كانت زميلتي في العمل، وبامانه ان هي لفتت نظري وزمايلي رشحوها لي. يعني ولا مره قلت لها بحبك لحد ما تتعزم؟ لا يا عم قلت لها كتير. اول مره بقى تقولها لها جت ازاي؟ والله عادي، يعني كنت محضر ان انا اقول لها بحبك، اول ما شفتها قلت لها بحبك. لا ما تحرجهاش بقى عشان لا عايزك تحرجني. انا عايزك تحرجني. بحبك. بحبك. وانا بموت فيك. انا والله بصراحه بحبها قوي ومالت عيني. انا بحبك اكيد، وانا كمان بحبك. بوس بوس، الحضن الحضن. ربنا يقدرني يعني، ويكون الحب ده في الحلال ونقدر ان احنا نتجوز باذن الله. ولي ولي، حلو حلو من طرف اخوك الليمبي.